بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك. قال: ولك؟ قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الحديث في صدره يوهم بعضا منا أن صحابي عبد الله بن سرجس ربما يعني لم يكن على مستوى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له: يا رسول الله، غفر الله لك. كأنه من خلال هذا الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد أو يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألم بذنب أو ربما ذنوب، ومن ثم فهو يدعو الله عز وجل له بمغفرة هذا الذنب أو هذه الذنوب. هكذا يخيل إلينا، يعني كيف يقول هكذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يمكن لو أن مريدا قال لشيخه في هذا العصر: يغفر الله لك، يغضب الشيخ، لأن دعاء المريد بهذا الشكل يعني أنه يتهم شيخه بالمعصية التي تستوجب المغفرة. وربما يعني نفترض أيضا لو أن رجلا من الصالحين دخل مجلس رئيس من الرؤساء فيما مضى، من كانوا يسمون أمراء المؤمنين، أمير المؤمنين، خليفة من الخلفاء، دخل عليه وقال له: يغفر الله لك، ربما يغضب، لأن كلمة يغفر الله لك تدل على أن الداعية يتصور أن هذا الإنسان قد ألم بذنب أو ربما بذنوب. لكننا ننظر فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل دعاء عبد الله بن سرجس استقبالا حسنا، وسر لهذا الدعاء وقال له: ولك، أي وأسأل الله عز وجل أن يغفر لك أيضا. يعني دعاء هذا الصحابي لرسول الله يعني دعاء، لكن الأهم منه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له عندما قال: ولك، أن يغفر الله لك أيضا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر هذا الصحابي على دعائه. كيف؟ نحن نتصور أن هذا يمكن في قلة أدب كما قلت لكم الآن. لا، الأمر في حقيقته ليس كذلك.
ما الذي جعل هذا الصحابي يقول لرسول الله: يا رسول الله غفر الله لك؟ الذي جعله يدعو لرسول الله مواجهة بهذا الدعاء ما يعلمه من أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يتصور دائما أنه مقصر في حق ربه عز وجل، وأنه لم يؤدي شيئا من حقوق ربه عز وجل عليه، ولن يتأتى منه أن يؤدي شيئا من حقوق الله عز وجل عليه. يعلم هذا الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يعلم وهكذا يعتقد. كيف ومن أين جاء هذا الاعتقاد لهذا الصحابي؟ جاءه هذا الاعتقاد أو جاءته هذه المعرفة مما كان يسمعه ويسمعه الآخرون أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان كثير الاستغفار، كان كثير الاستغفار لله عز وجل، وكان يقول لأصحابه: إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة في اليوم، يعني في كل يوم. الصحابة كلهم يعلمون هذا من المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. شيء آخر، يقرؤون القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك، هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. دخل في هذا الأمر الرسل والأنبياء، ودخل في هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فمطلوب من كل عبد من عباد الله أيا كانت مرتبته أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستجيب لأمر الله فيستغفر الله في كل يوم 100 مرة أو 70 مرة. لما رأى هذا الصحابي شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستغفار، دعا له بهذا الدعاء، قال له: يا رسول الله غفر الله لك. علم أن هذا الدعاء يستهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع أن النبي سر بهذا الدعاء له، ولذلك قال: ولك أيضا. إذن نفهم من هذا الحديث أن الناس جميعا مقصرون في حق الله، لا شك في هذا ولا ريب، مقصرون في حق الله شيء ومرتكبون للمعاصي شيء ثاني، بينهما فرق. لا نقول كل عباد الله عصاة، لا، الأنبياء والرسل معصومون عن المعاصي، لكن كل الناس بما فيهم الرسل والأنبياء مقصرون في حق الله عز وجل. نعم. لا يتأتى لأحد من الناس أن يؤدي حق الربوبية عليه إطلاقا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لماذا؟ لأن العمل إذا وضعته في كفة، ووضعت حقوق الله عز وجل في كفة، رأيت أن العمل لا شيء، لا شيء بكل معنى الكلمة، حتى ولو كان صاحب هذا العمل رسولا أو نبيا.
والسبب ما قد ذكرته لكم في أكثر من مناسبة. حقوق الباري عز وجل لا تؤدى عن طريق جهد بشري. هاتان العينان نعمة من نعم الله عز وجل، كيف يتأتى لك أن تؤدي حقهما؟ من لا تستطيع. السمع كيف يتأتى لك أن تؤدي حق الله لهما بسببهما؟ هذا اللسان الذي في فمك، هذا الفكر الذي متعك الله عز وجل به، هذا الجهاز الجسمي الذي تعرفه في نفسك، كيف يتأتى لك أن تؤدي حقوق الله عز وجل فيه؟ لا تستطيع. وإذا خيل لك أنك قادر تمضي ساعات عمرك ليلا نهارا في طاعة الله، تنفيذ أوامره، في عباداته، في النوافل تؤدي حسنا، من الذي أقدرك على هذه الطاعات؟ القوة التي بها تركع وتسجد من عند الله، اللسان الذي به تناجي ربك من عند الله عز وجل، الفكر من عند الله عز وجل، انشراح الصدر لهذا العمل كله من عند الله. كيف يتأتى لك أن تؤدي حق الربوبية؟ إذن لا أحد يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية، ومن ثم فنحن جميعا منغمسون في التقصير، منغمسون في التقصير. هذا بالإضافة إلى المعاصي التي نتورط نحن فيها. لا أتكلم هنا عن الرسل والأنبياء، أتكلم عن أنفسنا، نتورط في كثير من الأحيان في المعاصي، إن معاصي اللسان أو معاصي النظر أو معاصي السمع أو معاصي السير نعم إلى المحرمات. كلنا معرضون لأنواع كثيرة من المعاصي. لذلك كان من أفضل أنواع الذكر المقرب إلى الله عز وجل الاستغفار. الاستغفار يعني أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك، هذا هو المعنى الكامن في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ربما استشكل البعض فقال: كيف يعني هذا الكلام يدل على أن الربي رسول الله صلى الله عليه وسلم معرض لارتكاب الذنوب، ويبدو أنه ارتكب ذنوبا، ولذلك يقول له الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. معنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أن مظاهر التقصير في حياته، وقد قلنا كلنا مقصرون بما فيهم الرسل والأنبياء، مظاهر التقصير في حياته صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنها ذنوب، يخيل إليه أنها ذنوب. يعني مثلا عندما يضطجع في فراشه لينام طيب ويرقد، يخيل إليه أنه لازم ما ينام، نعم الله عز وجل عليه لا تحصى، يكفي أن الله يعني امتاز ميزه بالرسالة بالنبوة، يكفي أن الله عز وجل جعله واسطة رحمته للعالمين جميعا، شغلة كبيرة هاي. بينام ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، لما بيستيقظ شو بيشوف حاله؟ مو بيشوف حاله قصر، بيشوف حاله أذنب، بيشوف حاله ارتكب ذنب كبير. نعم لا 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 لا، لازم قوم اشكر لربي، شو هالنوم هذا؟ فيستغفر ربي: يا ربي أنا أذنبت. فرب العالمين على سبيل المشاكل يقول له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ما يخيل إليك أنه ذنب ارتكبته. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، قال له عاصم لهذا الصحابي، قال له: استغفر لك رسول الله؟ يعني عم يقلوا نيالك، عم يغبطوا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لك من المغفرة؟ قال له: نعم.
لأنه قال له ألو لك دعاله بالمغفرة. فمشان حتى عاصم ينبسط شو قال له؟ قال نعم ولك كمان استغفر لك. هي منين هي اجيت؟ استدل عليها عبد الله بن سرجس بقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية دائما يستغفر لنفسه وللمؤمنين وللمؤمنات يلي بعصره ويلي بيجوا إلى يوم القيامة. إذا عاصم دخل فيهم ولا لا؟ لذلك قال له ولك أيضا لا تخاف وأنت كمان استغفر لك رسول الله. ما الذي ندركه من هذا الحديث؟ ندرك أننا أيها الإخوة الآن نترك الرسل والأنبياء، موضوع التقصير ما وصلنا له لأن لساتنا بالذنوب. نحن مثقلون بالأوزار، مثقلون بالمعاصي. هذا الحمل الثقيل من الأوزار والمعاصي ما الذي يخففه؟ ما الذي يذيبه؟ الاستغفار. الاستغفار. لا يقولن واحد منا لا أنا أراقب نفسي وأنا لم أذنب ذنبا. ما في إنسان لم يذنب ذنبا ما عدا الرسل والأنبياء، ولله عز وجل في ذلك حكمة. وأنا أضرب مثل أولا بنفسي، لا أبدا، أنا إنسان أعرف أنني مثقل بالأوزار وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي هذه الأوزار. ما في، لأنه متى تظهر مغفرة الله للعبد؟ تظهر مغفرة الله للعبد عندما يرتكب الذنوب فيتوب فيغفر الله له. فلو أن الله عز وجل قضى أن لا يعصي عباده المؤمنون الملتزمون بأوامره أبدا، شفات المغفرة، الرحمة موجودة بس المغفرة ما عاد لها شغل، المغفرة للعاصي. نعم. ولذلك ورد في الصحيح في الحديث القدسي يا عبادي لو لم تذنبوا لذهبت بكم، لذهبت بكم يعني جبت خلق تاني، نعم، فخلقت خلقا آخر فيذنبون فيستغفرون فأغفر له. نعم، هذه هي الحكمة. لم يشأ الباري عز وجل أن يجعل الإنسان ولو كان مؤمنا بالله ولو كان خائفا من الله، لم يشأ أن يجعله معصوما عن الذنوب لكي تفوح رائحة مغفرة الله في حياة عباد الله عز وجل. نعم، فلا يقول أنا خائف، كلنا عاصون، كلنا متورطون، ولذلك ينبغي أن نلجأ إلى محراب الاستغفار. سيدنا مالك ورد في ترجمته أنه كان دائما في المدينة المنورة، نعم، كان إذا رأى السحب تراكمت، نعم، وانقدح منها البروق والرعود خرج إلى خارج المدينة رأسا أسرع، وخرج إلى خارج المدينة. يسأل لماذا؟ يقول أنا أظن أن هذه السحب فيها صاعقة ستنزل بسبب معاصي ارتكبتها، فأنا أخشى إذا نزلت هذه الصاعقة وأنا في المدينة أن تصيب أيضا أناسا آخرين، لذلك أحب أن أخرج إلى ظاهر المدينة لكي لا تصيب هذه الصاعقة أحدا سواي، يعني يبتعد عن الناس. يا ترى الإمام مالك عم يحكي هذا الكلام مثل ما بعض منا بيتبروزوا بها الأحاديث، يعني مشان حتى نقول إيشو هالإنسان قديش متواضع قديش كذا، هيك كان الإمام مالك عم يحكي؟ لا، كان يعلم ويعتقد ويجزم بأنه معرض لعقاب الله عز وجل. فإذا كان الإمام مالك صاحب دار الهجرة، إمام دار الهجرة، هكذا يرى، ماذا نقول نحن؟ لذلك ينبغي أن يكون الاستغفار ديدننا. منذ أيام
كنت في زيارة رجل أحسب أنه من أولياء الله في هذه البلدة في مدينة دمشق، أحسب ولا أتألى على الله أنه من أولياء الله الذين يستجيب الله دعاء. طلبت منه أن يدعو الله عز وجل في أوقاته الخاصة لهذه الأمة أن يرد عنها غائلة هذا البلاء، أن يرد عنها غائلة هؤلاء الأعداء، فقال لا بد من الاستغفار أولا. وهذا الكلام له معنى خطير، أي لا يستجاب دعاء عبد حمل أوقارا من الذنوب وقبل أن يستغفر الله ويتوب منها رأسا طرق باب الله يدعو. قبل كل شيء الدهليز الذي ينبغي أن تمر منه ما هو؟ الاستغفار. وألح على هذا الأمر، فكرت وجدت أن هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح. ومن هنا في كثير من الأحيان يدعو الواحد منا ربه لا يجد أثرا للاستجابة، السبب أنه لم يدخل على الله من الباب الذي يدخل ينبغي أن يدخل منه. الباب الذي ينبغي أن يدخل أحدنا منه إلى الله هو باب الاستغفار، باب الاستغفار. ولا أعني بالاستغفار يعني كلمات يرددها الإنسان ويحفظها يعني مثل مدخل للدعاء، لا، ينبغي أن يدرك أنه مثقل بالأوزار وأن الله عز وجل لن يستجيب دعاءه إلا إذا وضع الأوزار خارج رحاب الله سبحانه وتعالى. كيف يضعها بعيدا عنه؟ كيف؟ بالاستغفار. نعم، يستغفر الله، يقول يا رب أنا عبدك العاصي مقر بأنني مرتكب للأوزار الكثيرة المتنوعة المختلفة، وقد جئتك تائبا، جئتك مستغفرا، فيا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب لا تؤاخذني بآثامي وذنوبي، يا رب اقبل توبتي. تستغفر الله وبعد ذلك تسأل الله عز وجل، الباري يغفر. فإذا استغفرت وغفر الله لك حطت عنك ذنوبك وخف حملك، وعندئذ يستجيب الله سبحانه وتعالى لك. نعم، هذا المعنى ينبغي أن نتبينه. ربما قائلا منكم يقول طيب يعني الباري أليس الأولى أن يحمينا من الذنوب والمعاصي؟ يعني الباري قالنا لا ترتكبوا المعاصي. نعم، طيب وبعدين عم يدفعنا إلى المعاصي بسبب نفوسنا، شهواتنا، الشياطين إلى آخره. طيب ليش ما يحمينا رأسا من المعاصي حتى هيك نكون يعني نظيفين من هذه الأوزار؟ الجواب، لو أن الله عز وجل وقاك من المعاصي كلها لغارت عنك مشاعر العبودية لله عز وجل، لأنه إذا عدت إلى نفسك ووجدت أنك لا تعصي الله أبدا، ما عم تعصي. طيب إذن لن تلحف في الدعاء ولن تذل ولن تنكسر ولن تقف على باب الله عز وجل وأنت تسأل الله عز وجل المغفرة، يا رب اغفر لي. ليش لحتى تطلب؟ ما لك عاصي. لما ما بتذل وما بتنكسر على باب الله معناتها العبودية غابت. شو العبودية؟ العبادة غير العبودية. العبادة السلوك، الصلاة، الصوم، الحاج، الزكاة، اسمها عبادة، عمل. العبودية الشعور، شعور العبد بالانكسار والمملوكية لله عز وجل، هذه هي العبودية. نعم، فربما الإنسان كان قاعد لا يحرك ساكنا وهو مليء بمعنى العبودية لله، أي يعلم أنه مملوك ذليل لله، ويعلم أنه مقصر في جنب الله عز وجل، وأنه معرض لعقاب الله، ولا يدري هل يغفر الله له أم لا يغفر. هذه الحالة
تسوقه إلى الالتجاء، إلى التضرع، إلى التبتل، هنا تظهر حقيقة العبودية. طيب المناخ الذي تظهر فيه حقيقة العبودية أن يكون الإنسان معرضا للمعاصي، حمله أوزار، حمله نفس أمارة بالسوء، سلط عليه الشيطان، وفي نفس الوقت كمان هداه إلى الطريق الذي به يستطيع أن يتخلص من آفات نفسه، وبين له باب الاستغفار، باب الإقبال، وقال له أنا بغفر لك الذنوب. نعم، المهم أن علينا أن نكثر من الاستغفار، لا سيما بين يدي الدعاء، لا سيما بين يدي الدعاء. وكمان برجع بقلكم، الاستغفار ما بيصير فيها وكالة، ما بيصير فيها وكالة. العقود كلها بيصير فيها وكالة شرعا، بس الاستغفار لا. يعني أن يقول قائل نعم وهو يعلم أنه مرتكب للمعاصي والأوزار، يقول للرجل من الصالحين يلو أنا وكلتك أنك تستغفر لي ربي، نعم وكلتك أنك تطلب منه أنه يغفر لي، بصير أي؟ يعني أنا ما بدي حط واطية لله، وكلتك أنك أنت تحط واطية عني، هاي معناتها هذا العياذ بالله مو مقبول. نعم ممكن أنا حط واطية وبقول لك لك كمان، هذا بيصير. يعني أنا التجئ الى الله واتضرع اليه، يقول يا رب اغفر لي ذنبي، انا والله انا يا ربي انا مقر بذنوبي واثامي، اغفرها لي يا رب اغفرها لي. وبعدين بقول لحالي لك منك يا الله ما غفر لي اياها، لانه كثير بروح بدور على شي رجل من الصالحين بقول له يا اخي ادعي لي انت كمان، والله انا عم بستغفر الله سبحانه وتعالى، انت كمان استغفر لي. هاي منين اجيت؟ من قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تستغفر أولا أنت عن نفسك، بعدين بتمتن استغفارك، بتدعمه بأن تطلب من رسول الله أو من أحد الصالحين أنه هو الثاني يغفر لك، هي بتصير. أما أنت تكون بالبرج العاجي فوق فوق فوق، ما بدك يعني تحط واطية لربك، وبتجي بتدور على الناس يلي بيقولوا لك عنهم هذا صالح وهذا شيخ وهذا كذا، بتقول له بالمناسبات ادعي لنا شيخي كذا، او ادعي لنا ان والله يغفر لنا، هذا لؤم في حق الله عز وجل وسوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. لك سيدنا رسول الله كان يستغفر الله، في حدا أجل منه؟ في حدا أسوأ منه؟ نعم. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى حديث آخر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، مما يعني أوحي به إلى الرسل والأنبياء السابقين، هذه الحكمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هذا الكلام لم يوحى به إلى رسول الله، هو يعني أول من أوحي به إلى رسول الله، هذا الكلام حقيقة ثابتة أوحي به بهذا الكلام إلى من كانوا قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم من سائر الرسل والأنبياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قبل كل شيء العبارة غريبة شوي، يعني النبي عم يأمر، عم يقول إذا لم تستحي، يعني إذا غاب عنصر الحياء من كيانك اعمل اللي بدك اياه. هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لمن فقدوا الحياء أن يرتكبوا كل المعاصي ولا حرج؟ بحسب الظاهر هيك، عم يقول له اصنع ما شئت. ممكن هدول ينبسطوا يقول والله أنا ما بستحي، لذلك النبي أعطاني إذن بعمل السبعة وزمتها وبرتكب كل شيء، لأنه النبي قال اصنع ما شئت. لا، ليس هذا معنى كلام بليغ. هذا
أي إذا لم تستحي فلا فائدة من أن آمرك وأنهك، لن يجدي أمري لك ولا نهي لك، ستفعل ما تشاء ولن تلقي بالا لأمر آمر ولا لنهي ناهي، أيا كان الآمر وأيا كان الناهي. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا داعي أن ينهاك المشرع لأن نهيه لا فائدة منه، لا داعي لأن يأمرك المشرع لأن أمره لك لا فائدة منه. لذلك يقال يلا اعمل ما شئت، فأنت محكوم عليه بالدمار والهلاك. هكذا شأن الحياء إلى هذه الدرجة؟ طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر الحياء من الإيمان، وفي رواية الحياء هو الإيمان. الحياء فطرة فطر الله عز وجل عليها الإنسان، هذه الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها وهي فطرة الحياء، إذا كان صاحبه صاحب الحياء مؤمنا بالله موقنا بعبوديته لله عز وجل يعلم حقوق الله عليه، هذا الحياء يتجه بادئ ذي بدء إلى من؟ إلى الله. هل الواحد منا بيستحي من مين؟ بيستحي من شخص مقصر بحقه، منه بيستحي؟ واحد أكرمني وأعطاني ودار باله علي ويعني أكرمني كتير وجيت أنا أسأت إليه وقتنا بشوفه أكيد بدي استحي منه، دير وشي واري حالي عنه بعمل حالي مالي شايفه لأنني أخجل. طيب شو سبب الخجل؟ أنه أحسن إلي وأسأت إليه. طيب من هو المحسن الأوحد في الكون؟ إذن من هو الذي ينبغي أن نحيا أن نستحي منه؟ الله عز وجل. نعم، ينبغي أن أستحي من الله أن يراني حيث منعني وأن يفقدني حيث أمرني. يعني أنا الباري عز وجل قال لي ما تروح لهذه الأماكن اللي نهيتك من حضورها، طيب ورحت وانت مؤمن بالله عز وجل وانت قاعد تشعر بالخجل الشديد من الله عز وجل وتتمنى لو ان الارض تلعتك لكن نفسك الأمارة تغلبت عليك، ربك امرك انه تجلس مثل هذا المجلس وتقوم بواجبات كلفك الله ولم تفعل وانت مؤمن بالله عز وجل وتذكرت امر الله الذي لم تنفذه تخجل وتستحي من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإيمان إذا وجد أيقظ الحياء من الله، في تلازم بيناتهم، إذا وجد الإيمان بالله أيقظ بين جوانح صاحبه الحياء من الله، وإذا استحيا من الله عز وجل فهو أحد شيئين، إما أنه لا يدنو إلى المعاصي أو إذا ارتكب المعاصي يسوقه الحياء إلى التوبة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي نامت مشاعر الحياة في نفسه ما عاد في عنده حياة، إيمانه كمان بيروح ومن ثم يفعل ما يشاء، بيرتكب كل شيء، ما في رادع، ما في كابح، الكابح هو الحياة بعد الإيمان بالله عز وجل، وحياة ما في، إذن ما في كابح، يفعل ما يشاء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا أيها الإخوة ينطبق اليوم على من؟ على معظم حكام البلاد العربية والإسلامية. نعم، ينطبق عليهم هذا الكلام، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كما قلت بالأمس هذا التخاذل الذي ران عليهم، أي تخاذل؟ تخاذل إلى درجة المسخ، مسخت إنسانيتهم. طيب ويأتي من يذكر وينبه، لك وين النخوة؟ وين المروءة؟ لك وين الشهامة؟ لك أنتوا خدم ولا سادة؟ أنتوا قاعدين على الكراسي صحيح لكن والله أنتوا خدم، أنتوا خدم لإسرائيل، أبدا، أنتوا عبارة عن
خدم بكل معنى الكلمة لإسرائيل. وعاملين حالكم سادة متربعين على كراسيكم وعروشكم. طيب لك ما بتستوى على حالكم، كراسيكم تقول انتو لا، لازم ما تحطوها واطية، لازم تكون لكم مكانتكم. غياب الحياء من عندكم عم يجعلكم تستمروا هذه الخدمة التافهة لعدوكم. نعم، وما تبالوا وتبلعوا هالمسألة. تماما ينطبق هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك يعني عندما يأتي من ينصحهم، هم تأتيهم نصائح كثيرا يعني إن سمعوها في التلفزيون أو بلغتهم بالوسائل المختلفة بالإنترنت تبلغهم، لكن يتلقونه كما يتلقى هذا الجدار خطابنا الآن، بمعنى أن الحياء غاب. لما الحياء بيروح بيصير شعوره خلاص ركبه الران، ما عاد يحس، بيصير مثل هالجدار، احكي لا تشبع، ما بتفرق معه، انخي ما بينتخي، حرك مروءته ما بتتحرك مروءته. قل له لك انت خادم، ما خادم، لك شوف شو عم يكتبوا عنك، لك شوف الكاريكاتير شو عم يصورك، لك شوف شو عم يساوي، وهو بيشوف. مع ذلك ما. ليش؟ لأن الحياء غاب من عنده. طيب شوف هدول الناس تانين يلي استعانوا بالله عز وجل فرفعوا رأس أمتنا عاليا واستطاعوا أن يذلوا هذا العدو الذي يذلكم الآن. في الوقت الذي يذلكم هذا العدو أصبح ذليلا ومهينا في قبضة سلة بسيطة من الناس، لكن اعتبروا ارتفعوا فوق مستوى هذه الوهدة التافهة التي أنتم فيها. ما في خواص، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما عاد في خوف. يعني لذلك ما بنقول إنه بقى للقاضي اعملوا اللي بدكم اياه، بنقول لهم إن قلنا ولا ما قلنا راح تعملوا اللي بدكم اياه، يلا بقى، يعني ما بنتعب حالنا، هذا معنى الكلام، لا نتعب أنفسنا. بالأمس قلت حتى لو ما كان في دين، حتى بس في شوية إنسانية، شوية نبضات من بقايا الإنسانية لو في نفوسهم. ما وظيفتهم أمام السفارات الإسرائيلية في بلادهم؟ حمايتها، ما هيك؟ رعايتها، حراستها، أعين ساهرة لحراسة هذه السفارات. ما حدا يجي يعمل له شيء، ما حدا يزيها السفارة، ما يضرب له شيء قنبلة، ما يعمل له شيء كذا. نعم، مشان هالناس اللي بالسفارة يناموا مستريحين، ما حدا يزيهم، وهن أصحابين السفارات ببلادنا شو عم يساووا؟ عم يدمروا هذه البيوت كلها على رؤوس أصحابها، وعم يخلوه أجساد أصحابها تنعجن بأتربتها ويفعلوا ما يشاء. طيب لك وين الخجل؟ وين الخجل؟ أنا وظيفتي أني أحرس لهم أبنيتهم مشان يناموا آمنين مطمئنين فيها، ووظيفتهم انه يهلكوا اخواني ويدمروا لهم بيوتهم ويحيلوها الى ارض محروقة، الى ارض يباب. طيب حتى لو ما كان في دين، الانسانية ما بتقبل هالكلام نهائيا. وما الذي يجري؟ ما الذي يجري اذا استيقظت بين جوانح الانسانية؟ ها، مع السلامة، يلا انا لا راح هدم السفارة على راسهم ولا أرها لكم، بس بطردهم، يلا مع السلامة. شو بيصير؟ ما بيصير، ترتفع مكانتك، يصبح لك شأو، أمتك تستأنس فيك بدل ما كانت عم تزبلك، هذا كله بيصير. طيب، لكن هذا لا يتم. لماذا لا يتم؟ لأنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هو منبع الشهامة.
هلا لما بنقول شهامه، شهامه من الحياء، بيجي من الحياء. رجل اكرمني واعزني، اجى لعندي مني، بستقبله وبفتح له بيتي وبقدم له كل اللي بقدر عليه وبكرمه وبقطع من تمي وبعطيه، هي اسمها شهامه. بس شهامه منين اجت؟ من حيائي من هذا الرجل، انه بزمانه اكرمني، بزمانه رعاني. طيب ربي عز وجل اعطاك، متعك، اغناك، امنك في بلدك، في كذا، وانت عم تعمل حالك مؤمن، لك ما بتستحي منه، عم تخدم اعدائه وعم تعرض عن ربك اللي بكره بدك تستقبله. شايف؟ يعني قلت بالامس انه هذا الانسان اللي بهذا الشكل لازم يعرف حاله انه بعد كم يوم ولا كم شهر ولا كم سنه بده يرحل من هالدنيا، يستدبر لعنه التاريخ ويستقبل عذاب الله. بين مصيبتين. هلا الانسان منه هدول بس يروح، شو التاريخ شو بيحكي عنه؟ بيلعنه. طيب هذا الامر شيء معروف. في كلمه انا هذه الكلمه بقراها وما بشبع منها، للرئيس حافظ اسد رحمه الله، القى كلمه في مؤتمر المحامين العرب سنه 96، قال فيها، قال انا شبعت حكم، عشت حياتي ولم أشأ أن أرحل من هذه الدنيا وأترك التاريخ يلعنني، وأترك أمتي تلعنني بسبب أني وقع السلم مع إسرائيل، وأهم من هذا وذاك أنني أريد أن أرحل إلى الله وهو عني راض. ولقد رأيت جنازات كثيرة ورأيت ملوكا يموتون وأنا أعلم أنني ميت، هكذا يقول نص عبارة، أنني ميت. واستشهد بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وأنا أعلم أنني ميت ورأيت جنازات كثيرة، أهم من هذا وذاك أنني أريد أن أرحل إلى الله وهو عني راض. ما أريد أنه التاريخ يلعني وأمتي من بعد مني تلعني بسبب توقيع سلم مع العدو، عدو الله وعدوي. طيب يعني لك هدول مثلات، طيب شو الفرق بينكم وبينهم؟ خليكم انتم كمان، ما نقول صيروا يعني مثل الخلفاء المسلمين فيما مضى، لك بس يكون عندكم دم. شوفوا اخوانكم شو عم يصيروا، شو عم يعملوا. نعم، والباري عز وجل عم يعطيهم الدروس، تلو الدروس تلو الدروس، لكونوا مثلهم، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله عز وجل العاقبة الخيرة المتمثلة في نصر مؤزر لهذه الثلة التي جعل الله عز وجل منها درسا لنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستحيون من الله حق الحياء، وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، أن يستحي الإنسان من الله حق الحياء. نعم، وشروط أو آثار الحياء من الله عز وجل بصدق آتية سنذكرها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد على نعمك كلها، ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما لم نعلم، لكننا نتقرب بإيماننا بك وبتوحيدنا لك، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عن عبادك يا رب العالمين، نتقرب إليك بذلك كله، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا
يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك يا ربي سؤال عبد ذليل بائس منكسر لا حول له ولا قوة، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تستجيب الساعة دعاء كل منا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي أعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن أعداءك وأعداء دينك اليهود الصهاينة قد أوغلوا فسادا في الأرض، سفكوا الدماء، قتلوا البراء، هدموا البيوت يا ذا الجلال والإكرام، هدموا المدن أحالوها إلى حطام وآثار يا ذا الجلال والإكرام. وأنت ربنا الذي توعد الظالمين بالهلاك، أنت ربنا القائل فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اللهم فأهلك هؤلاء الظالمين الغداة يا رب العالمين، أهلكهم بعذاب واصب من عندك، أهلكهم بعذاب واصب من عندك، أهلكهم بصاعقة من صواعق مقتك يا منتقم ويا جبار، يا من إذا أخذ 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 عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الظالمين يستعينون بطغاة أمريكا، وأن عبادك الذين يجاهدون اليوم في سبيلك يستعينون بك ويستنزلون النصر من سمائك. فيا رب أعن عبادك المجاهدين وأنزل عليهم النصر الذي وعدت به عبادك المؤمنين، إذ قلت وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هؤلاء مؤمنون بك يا رب، هؤلاء مؤمنون بك وما شهدنا إلا بما علمنا، مؤمنون بك يا رب العالمين، لا يستعينون إلا بك، لا يبتغون إلا مرضاتك يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن تكون عونا لهم، نسألك اللهم أن تنصرهم، نسألك اللهم أن تهلك الظالمين وأن تخرجنا من بين أيديهم سالمين يا رب العالمين. اللهم ادفع ظالمي اليهود بظالمي أمريكا وأهلكهم جميعا يا رب العالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم إنهم عبادك وإنهم لا يملكون حولا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام، فلا تمكنهم بحولك وقوتك من أن يجتثوا شأفة المسلمين. يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا، يا أكرم الأكرمين استجب دعاءنا. اللهم إن هذا الكون كله جند من جنودك، فنسألك اللهم أن تسخر جنودك لمعونة عبادك المجاهدين وإهلاك الظالمين الطاغين يا رب العالمين. يا رب العالمين إن البحار جند من جنودك، فمرها يا الله يا الله أن تغرق أساطيلهم، وإن الرياح جند من جنودك فمرها يا الله كما أمرتها من قبل أن تسفيهم وأتذروهم ذات اليمين وذات الشمال هلكا، وإن الأرض أينما كانت جند من جنودك فاجعلها أفواها فاغرة تبتلعهم يا رب العالمين، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين. يا رب يا رب إن تهلك هذه العصابة التي تجاهد في سبيلك تدخل من ذلك فتنة في قلوب كثير من عبادك المؤمنين، يدخل الشيطان بين جوانحهم الشك والريبة يا رب. اللهم فأجرنا وأجر عبادك المؤمنين من هذه الفتنة يا رب العالمين. يا رب لا تهلك هذه العصابة، نسألك كما سأل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. نقول يا رب إن تهلك هذه العصابة التي تجاهد في سبيلك فلسوف تسري فتنة، وأي فتنة في قلوب كثير من عبادك المؤمنين، ولسوف يشمت الملاحدة والطغاة والعاصون يشمتون بعبادك المؤمنين. نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بحبك لعبادك المؤمنين وإن كانوا عاصين، أن تحمي عبادك المؤمنين من الشر كله، وأن تنصر عبادك المجاهدين أينما كانوا
يا رب العالمين، لا سيما في لبنان. يا رب أكرمهم بالنصر، يا رب أكرمهم بخوارق نصرك، يا رب أكرمهم بخوارق نصرك وخوارق تيدك. قادة المسلمين، أنت الهادي، اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. أحيي مواتهم، أحيهم من جديد يا رب العالمين، فإنهم قد أصبحوا وقد آلوا إلى ما ارتكبوا، وآلوا إلى ما عكفوا عليه من الذنوب والآثام، آلوا إلى الران الذي هيمن على قلوبهم. فاكشف عنهم الران يا رب العالمين، اكشف عنهم الران يا رب العالمين. أعدهم إلى حظيرة هديك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، الله 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 رب العالمين.